الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة إدريس مات 2020، مرحبا بكم في هذا الشريط التي سأقدم فيه جوابا لسؤال وضعته في هذه القناة ضمن سلسلة الأولمبياد الرياضيات خاص بمستوى الثانية إعدادي. بالنسبة لهذا السؤال هو كالتالي: Dans la figure 50 delta est une droite, A' est le symétrique de A par rapport à delta. En utilisant une règle non graduée, déterminer le point B' symétrique de B par rapport à delta. إذن لدينا الشكل التالي: المستقيم دلتا A' هي مماثلة النقطة A بالنسبة لدلتا. باستعمال مسطرة غير مدرجة حدد مماثلة النقطة B بالنسبة للمستقيم دلتا. إذن يجب أن تستعمل فقط مسطرة غير مدرجة. إذن أتمنى أن التلاميذ توصلوا إلى جواب. إذن بالنسبة للجواب فهذا هو الشكل الذي أمامنا. إذن لدينا دلتا مستقيم و أ بريم مماثلة أ بالنسبة لهذا المستقيم، بمعنى أن المستقيم دلتا هو واسط القطعة أ بريم. ثم لدينا النقطة ب، إذن كيف سننشئ مماثلة ب بالنسبة لي دلتا؟ إذن كما نعلم باستعمال البركار أو باستعمال الكوس فيمكن أن ننشئها بسهولة جدا مباشرة. الآن الشرط الوحيد هو أنك خصك ترسم مماثلة ب ولكن باستعمال مسطرة غير مدرجة. إذن يمكن للتلميذ أن يلاحظ أولا المستقيم أبي ولا نصف المستقيم أبي. إذن يمكن أن نرسم، إذن أولا نرسم نصف المستقيم أبي. إذن غادي نخذ مسطرة غير مدرجة وغادي نرسم هذا نصف المستقيم هكذا. إذن هذه العملية الأولى، نلاحظ أن هذا نصف المستقيم يقطع المستقيم دلتا في واحد النقطة. إذن احنا حصلنا على واحد المعلومة، وهذه النقطة هي مماثلة نفسها بالنسبة لدلتا. إذن يمكن أن نستنتج أن مماثل نصف المستقيم أب هو نصف المستقيم أبخيم الذي يمر، الذي أصله هو أبخيم ويمر من هذه النقطة نقطة التقاطع. إذن غادي نعاودو نرسمو هاد نصف المستقيم المار من أبخيم والمار من هاد النقطة. إذن الآن مماثل نصف المستقيم أبي هو نصف المستقيم أبخيم، ممكن نسميوه شي نقطة أخرى أبخيم سي ولا دي. الآن هل هناك معلومة أخرى كيف التي يمكن أن تساعدنا على إنشاء مماثلة هذه النقطة؟ إذن عندنا واحد الإشارة يمكن أن نشير بها هنا. إذن أنشأنا مماثل هذا نصف المستقيم اللي هو هذا نصف المستقيم. الآن يمكن أن ننشئ هذه القطعة التي ستساعدنا كي نحصل على مماثلة
ب. إذا قمنا بإنشاء هذا القطعة، إذا أ بريم ب، بعد ذلك إذا سنحصل على واحد النقطة تقاطع هنا، بمعنى آخر أن مماثلات أ بريم ب هي واحد القطعة التي تمر من أ وتمر من هذه النقطة. إذا نرسم القطعة التي تمر من أ وتمر من هذه النقطة. إذا الآن حصلنا على ماذا؟ حصلنا على نقطة تقاطع، بمعنى آخر أن مماثلة هذه القطعة هي أ بريم ب. مماثلة أ هي أ بريم، ولا مماثلة أ هي أ بريم. ثم هذه النقطة مماثلتها هي نفسها، ونعلم أن مماثل أ ب نصف مستقيم أ ب هو أ بريم، هذا نصف المستقيم الذي أصله أ بريم. بمعنى آخر أن أي نقطة هنا فمماثلتها توجد على هذا نصف المستقيم. الآن هذا رباعي أ بريم أ ب الذي أقطاره تتقاطع في نقطة. إذا نرسم مباشرة القطعة ب ب بريم، بمعنى أن مماثلة ب هي هذه النقطة. إذا نكون أننا قد حصلنا على مماثلة ب باستعمال المسطرة فقط، باستعمال مسطرة غير مدرجة. أتمنى أنكم فهمتم الجواب، وإلى شريط آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.